السؤال الذي يسأله الله لكل واحد منا: أتحبني؟ بسم الأب والابن والروح القدس، إله واحد، أمين. أعزائنا المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أتحبني. قعدت أفكر كده، قلت ساعات إحنا ممكن بنجرح الناس كتير ما بنحاولش نكسبهم، وساعات بنقف قدام ربنا ونجرح ربنا برضو أكتر، وممكن يكون ربنا قصد لنا حاجة معينة وإحنا كل فكرنا متعلق في حاجة تانية خالص. بيقول شاب من أسرة غنية جدا، والدته متوفية ومالوش غير الأب، وكان في السنة النهائية لتخرجه من الكلية، وقال لي لأبوه لو نجحت وخلصت الكلية بدرجة امتياز تجيب لي عربية رياضية عشان أنا نفسي في العربية دي. بالفعل وعده أبوه أن يوم التخرج هيجيب له العربية، ويوم التخرج الولد نجح وأبوه فرحان بيه جدا، فاستدعاه في المكتب عنده قال له تعالى عشان أديك الهدية بتاعتك. دخل المكتب عليه واداله علبة، فالولد قاعد يبص كده للعلبة، ايه العلبة دي؟ فبيفتح لقى كتاب مقدس، ومكتوب على الكتاب المقدس اول حرف من اسمه. اتنرفز جدا الولد وقال له هي دي الهدية اللي انت جايبها لي؟ وراح سايب الكتاب المقدس. انت معاك فلوس كتير، انت كان ممكن تجيب لي اللي انا عايزه. وفي تذمر شديد جدا على ابوه، ساب أبوه وساب البيت وخرج برا البيت، وابتدى الابن يعيش حياته وميفكرش في أبوه، ده لدرجة إن هو اتجوز من غير ما يقول لأبوه. وفي يوم من الأيام فكر إن هو يشوف أخبار أبوه إيه، لأن أبوه وحشه، ففكر إن هو يتصل بيه. ولكن قبل ما يتصل بيه جات له برقية بتقول له ان والدك انتقل للسماء. حزن قوي الابن وتعب جدا، لان جري بسرعة لان هو حول له كل الفلوس وكل ما يملك للابن. الابن دخل البيت وهو حزين وعمال يبكي ومش قادر ينسى لحظته هو بيكلم ابوه بعنف وبشدة، ودخل اوضة المكتب لقى الإنجيل اللي هو ركنه مكانه، مكان مسابه زي ما هو. فتح الإنجيل وهو دموعه بتنزل من عينيه وندمان على اللي عمله، وهو بيقلب في قلب الإنجيل لقى حاجة بترن على الأرض، فبيبص لقى مفتاح العربية الرياضية اللي طلبها من أبوه، وعليها تيكت باسم المعرض وبمكان المعرض وتاريخ النجاح بتاع ابنه، ومكتوب عليها خالص الثمن. حزن جدا ان ابوه كان بيعمل كده وهو مفهمش وتسرع في قراره على ابوه. اعزائنا المشاهدين، احنا بنعمل كده بطريقة غير مباشرة، بنتذمر على اي حاجة ممكن ربنا يديها لنا، ولكن ربنا بيكون ليه قصد في كل عمل هو بيدهولنا. احنا ممكن نشوف الامور من الاخر او من الاول عفوا، ولكن ربنا تملي يشوف نهاية المشوار. بنتسرع في اخذ القرار، بنتذمر على ابونا السماوي، ولكن لو عرفنا قد ايه حب ربنا لينا وارتباطه بينا وخوفه علينا، هنعرف قد ايه احنا غاليين عنده وهو شايلنا على ايديه. معانا حالة لانسان كان عايش حياته عادية خالص، وبسبب الامراض اضطر ان هو
يشتغلش. أقول لكم تعالوا نشوف الحالة ونرجع لبعض تاني. ازيك يا عم عطا؟ الحمد لله حبيبي. ايه الاخبار؟ نحن تربنا. انت شغال يا عم عطا؟ لا ما بتشتغلش. من ساعه ما عملت العمليتين اللي انا عملتهم وانا ما بشتغلش. عمليات ايه؟ عمليات استئصال. استئصال ايه؟ استئصال ورم خبيث. فين؟ في المعده والقولون. وعمليه تحويل مركب هنا كيس بفلانشة. وبتحضر لعمليه تانية برضه استئصال من الشرج. في ورم؟ اه. وما بتشتغلش؟ لا، الدكاترة منعنا من الشغل. طب حضرتك عندك أطفال؟ عندي ولد وبنت. بتصرف منين؟ عندي المدام بتشتغل. المدام بتشتغل؟ هي دخلها دخلكم كام في الشهر تقريبا؟ دخلنا يعني على حسب الظروف. يعني المتوسط. لأن هي شغلها والشركة ولا بتاع ولا الكلام ده. لا. يعني في حد عاوز ينظف حاجة بتاع كده. يعني تقريبا كده بتتحصل في الشهر على كام؟ يعني على مثلا حوالي 300 جنيه. 300 جنيه؟ أول عن آخر. يعني هما دول بس الدخل بتاعك ده اللي أنت بتصرف منه؟ ده بس. طب والعمليات اللي أنت بتعملها دي؟ العمليات اللي أنا عملتها ديت كنت أياميها يعني أيام ما كنت شغال. كان ربنا كريم وما كنتش محتاج حاجة من حد. فلما جيت تعبت، انا تعبان قبل ما اعمل العمليات دي بحوالي سنتين. بس من للاسف ما حدش عرف. يعني كشفت كتير وعملت اشاعات وبتاع والكلام دوت وما فيش دكتور عرف عندي. لما تعبت خالص واخويا خدني وداني مستشفى الساحل، ما قعدتش 5 دقايق في المستشفى وكنت في اوضه العمليات. اتضح ان انا عندي صديد وقرحة انفجروا الاثنين مره واحده. دي اول عمليه. الثانية وهم بينظفوا ظهر اكتشفوا ان القولون والمعدة فيه ورم. فبعد ما عملت العملية الأولانية بعدها بحوالي 15 يوم نزلت أوضة العمليات تاني، عملية استئصال وتحويل. بعدها خدت باخد كيماوي ولسه مخلصه من شهر ومتحضر لعملية تانية في الشرج. كل ده معايا الاشاعات والتقارير وكل حاجه موجوده معايا هنا. طب والعمليه اللي جايه دي هتعملها فلوسها منين؟ العمليه الثانيه دي انا حاولت ان انا اعمل لها تقرير. قرار على نفقه الدوله. وطلبوا مني اشاعه وتحاليل، قلت اخلصها يكون القرار ايه؟ طلع. انت ايه مشكلتك طيب؟ انا مشكلتي السكن. والعلاج ومصاريف العملية ويعني ماله السكن؟ السكن عندي هنا عقد محدد وفاضل لي سنة وامشي. تمام. ودلوقتي أي شقة يعني عقد مفتوح عاوزة فلوس، عاوزة مقدم. أنت معكش مقدم؟ أنا ما معيش، لأن العمليتين اللي أنا عملتهم مسحوني، خدوا الفلوس كلها. كلها، لان ما كناش هنقدر نستنى مثلا ان احنا نعمل قرار على نفقه الدوله ولا بتاع. لا، كانت الحاله مش مستنيه ان احنا نعمل حاجه. لازم تخش تعمل العمليه. لازم. وفعلا ما ساعه ما رحت المستشفى ما قعدتش 5 دقايق وكنت في اوضه العمليات. فطبعا واحد داخل اوضه العمليات ففي مصاريف علاج، مصاريف دم، مصاريف ده. الفلوس كلها راحت. كله ده راح. فانت دلوقتي قدامك سنه وتطلع من الشقه دي. وبعدين انا اتدينت واستلفت. يعني الجماعه عندي هنا اتدين واستلفوا بسبب ان انا بسبب رقدتي في المستشفى. واتكسر عليا ايجار هنا، انا بدفع هنا 400 جنيه غير الميه والنور. وربنا هو اللي بيدبر. وانا شايف كمان انك قاعد على الطوب الاحمر، يعني انت ماشي زي ما حضرتك جيت وشفتني. وحتى الشبابيك ما فيهاش شبابيك. حتى الكهرباء مش منتظم. كلها سلوك في بعضيها. انت معكش فلوس تعمل اي حاجه؟ لا، ما يعني انت دلوقتي قدامك سنه وتخرج من الشقه دي. بالظبط. واي شقه جديده هتروحها محتاجه مقدم. محتاجه مقدم. وانت معكش المقدم. وانا معيش مقدم. وعليا دين حوالي 17000 جنيه. بسبب المرض؟ لا، بسبب ان انا كنت يعني ايام ما كنت شغال كنت انا حبيت اامن العيال مستقبلهم كده. خدت لهم حته ارض.
فين؟ في الخانكة. استصلاح جديد. حتة الأرض دي 80 متر. عاملة 28,000 جنيه. قبل ما أعمل العمليات وقبل ما أتعب مسدد من الفلوس دي 11,000 جنيه. فطبعا لما تعبت واتمنعت عن الشغل ما قدرتش أسدد. مش قادر تسدد الباقي. مش قادر أسدد. فعليا 17,000 جنيه. بقيت المبلغ. فلو اذا كان حد يقدر يساعدني بسددها وابني عليها حتى اوضتين واطرحهم من عمليه الايجار والسكن عند الناس. طب انت هتجيب منين فلوس البنى؟ ولا عايز حد برضه يساعدك في البنى؟ ما يعني يساعدك في سدادها. يساعدني في سدادها ويساعدني في البنى بتاعها حتى لو اوضتين. او حد يساعدك في السداد ويجيب لك مثلا شقه. مثلا. مش لازم في الارض دي. مش لازم. يعني انا مشكلتي الاساسيه السكن. هو السكن ومصاريف العلاج. ومصاريف العلاج لان انا عندي هنا بركب فلانشه. الفلانشه دي تمنها 35 جنيه. بتتغير كل 3 ايام. ده غير العلاج اللي انا بجيبه من بره. ومفيش دخل غير 300 جنيه في الشهر. مفيش دخل غير بقى ان يعني لو حد حن علينا من الكنيسه بتاع كده. غير كده لا. بس انت مش محتاج حاجه تاني غير كده. انا مش كل اللي انا محتاجه هو عمليه السكن وحد يساعدني في الايجار أو والعلاج بس كده. بس ممكن حد يساعدني مثلا في سداد الارض. رجعنا لكم بعد الفاصل اعزائنا المشاهدين، وشفنا حالة عطا قد ايه هو انسان تعبان بعد استئصال المعدة واستئصال القولون، وعنده عملية ثالثة هيستأصل حاجات من فتحة الشرج. قد ايه هو مريض والكيماوي متعب وحياته متعبة، لان هو مش قادر يكون بيتكفل بالحاجات دي. تعبان لأن مراته بتشتغل وهي اللي بتصرف على الولد والبنت. تعبان لأن السكن اللي فيه مش مرتاح فيه رغم أنه هو بيدفع مبلغ كل شهر. عطا محتاج حد يساعده في السكن، محتاج سكن ضروري لأنه صاحب البيت هيمشيه بعد سنة من وجوده في قلب البيت، رغم أنه هو مش مرتاح ولكن هو حاسس بقلق برضه أنه هو ماشي بعد سنة. عطى عليه مديونية لأن الفترة اللي اشتغل فيها وهو سليم اشترى حتة أرض، وحتة الأرض دي باقي عليها 17,000 جنيه. لو نقدر إن احنا نسدد له المبلغ ده، لو نقدر إن احنا نساعده في بنى أوضتين ويعيش هو ومراته وعياله من غير ما يكون بيدفع إيجار شهري، هتبقى حاجة جميلة خالص. لو ما قدرناش حتى نعمل كده نقدر نساعده في شقة، هيحس ان هو ابتدى يرتاح او اطمئن على مراته واولاده. بنرجو تواصل منكم من خلال ارقام التليفون، من خلال الايميل اللي هيطلعوا على الشاشة، من خلال ارقام الحسابات اللي هتظهر قدامنا. بنشكر تعب محبتكم. صلوا لاجل الخدمة. لإلهنا كل مجد وكرامة الى الابد امين. إن لم يكن لك ما تعطيه لهؤلاء المساكين فصم واعطيهم طعامك. مش تصوم وتوفر أكل وشرب، تصوم وتعطيهم طعامك اللي انت وفرت. للإيداع لحساب برنامج أتحبني بنك القاهرة بالجنيه المصري، حساب رقم 95/501/5893، بالدولار الأمريكي حساب رقم 95/601/371، بالجنيه الإسترليني حساب رقم 95/602/25، باليورو حساب رقم 95/605/1115.
زيرو. Depositing account for Atuhibuni program, Bank du Caire, 26th of July branch or any other branch of Bank du Caire in Egyptian pounds, account number 95/501/5893. In American dollars, account number 95/601/371. In sterling pounds, account number 95/602/25. In euros, account number 95/605/110. البنك الأهلي فرع تريومف ومن جميع بنوك مصر وخارج مصر بالجنيه المصري حساب رقم 129-0001-20906-05 بالدولار الأمريكي 129-0001-20-00748 بالجنيه الإسترليني 129-0001-20-00051 باليورو حساب رقم 129-0-39-11-20-00181. جميع مكاتب البريد المصري بجمهورية مصر العربية حساب رقم 0100-11-30-00-30-9-18-8. للإيداع في بنك HSBC بالجنيه المصري حساب رقم 024-133-99-003 بالدولار الأمريكي حساب رقم 024-133-99-116 باليورو حساب رقم 024-133-99-117 بالجنيه الاسترليني حساب رقم 024-133-99-118. To make a deposit into the National Bank of Egypt, Triumph Branch or any other bank abroad, Egyptian Pound, account number 129-00-00-00-12-01-20-9065. US dollar, account number 129-00-11-11-12-0-12-00-748. Pound sterling, account number 129-00-2111-20-12-00051. Euro, account number 129-00-39-111-20-12-00-181. To make a deposit into all the offices of the Egyptian Post Office, account number 010011300130918.
To make a deposit into HSBC Bank, Egyptian Pound, account number 024-133399-003. Euro, account number 024-133399-117. US dollar, account number 024-133399-116. Pound sterling, account number 024-133399-118.